هذا يمكن يؤخذ وجزاء سيئة سيئة مثلها، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول إذا فعلت خيرا يأتيك الخير، إذا فعلت شرا يأتيك الشر، ليس بالضرورة، ولكن هذا هو الأصل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن ليس بالضرورة أنه يقع مثل هذا الأمر، ولكن القصد أنه يدعى الناس إلى فعل الخير حتى ينالوا الخير، أو ترك الشر حتى يتركهم الشر. والله المستعان.